بابا علاش الباب مفتوح؟ ما على باليش، العين راهي مفتوحه ثاني. وراي امك؟ ما على باليش، انا كنت برا. الله الله الله، اختي ما شفتش بنتي؟ ما نعرفش بنتك. على وجه ربي ما شفتش بنتي إليف. اختي ما شفتش بنتي. شكون هذه بنتك؟ واسمها إليف، جات تقرا هنا باش تولي دكتورة. حوسي عليها في الجامعة عمال. نقولوا مثلا كنتي تتنزهي وخرج قدامك راجل وتحستيه ماشي بالعاني وطاح قدامك، واش رايحه ديري؟ لازم نشوف اذا راهو عايش. كيفاش راح تشوفي اذا عايش؟ تقيسي النبض من الرقبه. جيبي يدك عبزي مليح، فهمتي؟ عايشة الحمد لله يا ربي. انت طبيبة؟ ماشي نقرا طب. معليش عاوني، قالت لازم يتخيط الجرح. كاين مخبرة تحتها، بالك نصيبو دوزانت على الخياطة ودوا. لا لا ما نقدرش، مازال ما تخرجت. بركة ما تخلطو، مازال هزانة أولى. تقدري زعمة؟ هيا روحوا جيبوا وش يلزم ورد بالك عليها. يلا يلا امشي معايا. يا ربي عاوني. خويا سحبتي راي لداخل، ربي يعيشك، دخلوا سلكوها منهم، ربي يخليكم. خلاص ولي اللور، انت راكي تعطلي فينا على الخدمه ديالنا. علاش ما تصدموش على الجامعه؟ انا خايفه بزاف، بالك يكونوا قتلوا كاع الرهائن. هيا نقربوا لقدام شويه. واش راهم هادو؟ عندها دخلات واحده اخرى. وعلاش؟ باش ندخل. واش هبلت انت؟ ما نقدرش نخلي ايلي فهدرو. تفكرت كاين باب من اللور تاع الكافيتيريا دايما يدخلوا منه السرعه لعمي جعفر. صح، الزربي وريهولي دوكا. يلا اختي ما عندناش وقت نضيعوه اكثر، ثقي فيا. صح. خويا راني حابه نروح عند بنتي تقرا في جامعه اسطنبول المركزيه. ركبي الحجه ركبي. كيفاش راهي الحاله؟ طلبوا منا طوموبيل وقالوا يخرجوا معاهم مدام رنا. بصح رام يقولوا مدام رنا قاسوها. قاسوها؟ بنتي سهام تاني راهي في الجامعة، كيفاش راهي؟ على حسب المعلومات اللي راهي عندنا دوكا راح نحاولوا نلهيهم شوية، وهذا باش تدخل فرقة المداهمة للداخل. بالك وديروا حاجة كيما هذه، ردوا بالكم ما ديروا حتى حاجة تعرض حياة بنتي واختي للخطر ولا تخلصوها غالية. خلوهم يروحوا. حضرات كيفاش نغمضوا عينينا ونخلوهم يهربوا؟
لا لا بصح هما هكذا راح يخمو. أو المرة هذه هبلت تاع الصح وين تكون راح تدرك وين الجنة. يلا تحركي ماشي وقتها، وين تعرفيهم باش تهضري معاهم؟ تكون نكسر لك وجهك. صباح الخير عليكم. الله يعاونك اختي. يسلمك. حنا راه ساكنين في دار فريد، مرتي تبحرت ورانا نحوسوا عليها. طويله ورقيقه وعينها زروقه ودير حجاب. ايه بالك تكون هذيك المراه اللي كانت تسقسي على بنتها اليوم صباح في الحانوت. ايه وين راهي دوكا؟ قالت لي بلي بنتها تقرا طب. انا قلت لها روحي حوسي عليها في الجامعه. استغفر الله. تكون تبحرت. يعطيك الصحه اختي، ربي يعاونكم. يا ربي هذه المراه والراحه. صح بابا ماشي إليف ماتت. واش راكي تخططي في الهضره؟ امشي امشي للدار، انا دوكا نصيب يماك ونجيبها. تسمى هادي وإليف راح يهبلوني دوك يخرجوني من عقلي. هذا هو الباب. هذا مغلوق، ماكش دخلة واحدة أخرى. راهو جاي واحد طيّي. كون انت هضر عزيزة طلقوه، هذا يقرا معانا. سيهام غير تلحقي للدار عيطي لي باش ما نتقلقش عليك. جامعة. انت واش راك حاب؟ واش راك دير هنا؟ جيت باش نسلك إليف. وعلاش؟ واش تقول هالإليف؟ انت لي واش تقولها؟ خلاص دوكا ماشي وقت الدواز ديالكم. هاد الباب مغلوق، اهضروا دوك واش راح نديروا. واش الدوكا مازال ما كملتيش؟ اي خلاص كملت، يلزمني دوكا كتاب. واش ديري بالكتاب؟ وانا وين نعرف كيفاش نخيطوا الجرح؟ يعني راني حابه كتاب يوري كيفاش يخيطوا الجرح. راني متاكده بلي كاين في المكتبه، روح جيبهولي. هيا حركي روحك شوية، أنا أغلق الباب. وخفي روحك. بعد تشوف، بعد تشوف، بعد. وش راك تدير يو؟ دوك يمرقونا. يلا هرميه يلا. صح طفي التليفون ديالك من هذا. هاك برا وجرب فتحه. يلا
ما نقدروش هكذا، لازم نصيبوا حاجة واحدة أخرى. أسمع، إحنا ما عدناش وقت باش نضيعه. يلا عزيزي في التليفون. أوه، وش كاين؟ سرعتوني. أنعم عزيز. إليف؟ إليف وين راكي؟ أنا راني في المخبر نحوس على الدواء. اسمعني، حالة مدام رانا ماهيش مليحة. اسمعي، أروحي فتحين الباب تاع الكافيتيريا، رانا تما. ما نقدرش، كاين واحد جبلي لهنا بصح درك يولي. روجا كوبات جا واحد عندها، نستناو بالك تقدر تفتحو. واش راح نستناو بالك سيدك شما يدير لها؟ واش راكي ديري؟ ها واش درتي؟ اهضري لمن عيطتي؟ امشي امشي اتحركي. إليف نتايا؟ يلا إليف هيا معانا. ما نقدرش نخرج دوكا ونخليهم. يلا ما تيبسيش راسك، روحي مع سهيلة. علاش ما تفهمش؟ إذا خرجت دوكا ما راحش يخلو حتى واحد من الداخل يزيد يخرج، وزيد مادام رانا راح تموت. إليف ما تيبسيش راسك، وقال عندها الحق، حنا لازم نصيبو حل واحد آخر. تديني على اساس راهينا؟ وشنو تديني على اساس راهينا؟ ماشي تقرهنا، اهدر. انت قول لهم بلي راك معاهم وهكذا ما راح يشكوا في حتى حاجه. صح، معليش انا نسلك إليف ومدام رانا والباقي عليك. تفهمنا؟ تفهمنا. سلكوا برك مدام رانا والباقي عليا. وليدي معليش نسقسيك حاجة، راني نحوس على جامعة اسطنبول المركزية، وريلي وين جاية خاطر راني تبحرت. شوفي راحي منا قبالة ومن بعد دوري على اليمنى ديالك. يعطيك الصحة. او حبس يا واو او او فريد لو كان برك خليت لي قسمه شي الطاكسي هذا ما كان. حضرات طلبي راهي في الطريق شويه وتكون تما. مليح، بصح لازم تأكدوا بلي بنتي واختي ما صرالهم والو، وبالك وكش ما تديروا.
أمرك حضرت. عمتي رأيت تموت واحد مازال ما جاء. روح شوفهم على شبطاو. يلا ادخل داخل. شكون توما؟ عزيز؟ سيهام ما تقلقيش روحك، ريحي تما. هذا طالب معانا في هذه الجامعة. أنا كنت قدام الباب تاني وشديت هذا لتحت. وين راهو فارس؟ قلت له أنا ندي الطفلة وراه واقف بلاصتي. قولي لي تعرفي هذا؟ هذا يكون خطيبي. راح نبكي حب وتضحية. انتي وش درتي فيها؟ انا راني سبت لكم هادو. هاد دوزان تاع الاسعافات، الجرح ديالها لازم له خياطه، بصح هادو ما يكفوش. صح حنا هنايا واش نقدروا نديروا لها؟ شوف كاين اللي تحت ونخدم انا، ندوها لتما ونداويوها وبالك شما نصيبو تاني تما. طلبي راهي في الطريق، بصح لازم نتاكدوا من سلامه مدام رنا قبل. خلونا نشوفوها باش نتاكدوا. لا لا ما تفهمناش هكذا، هادو الشروط ديالنا، جيبوا الطوموبيل وندوها معانا. وحنا ثاني هذا الشرط ديالنا، اذا ما هدرناش مع مدام رنا ما كانش طوموبيل. واش راح نديروا دوكا؟ غير سلموا روحكم، المكان راهو كاع محاصر، حتى لو كان تخرجوا بطوموبيل راح يشدوكم. بلع وبلا هضره زايده. راك مليح؟ ما تقلقش انا ما بيا والو. حنا رانا نستناو، كي تولوا لنا مدام رانا تما نخلو الطوموبيل تدخل لعندكم. اطلقها يا بلع. ندي قدام الطاقه وراح تهضري مع لابوليس وتقولي عمتي مليحه بصح ماهيش قادره تنوض. فهمتي؟ ايه فهمت. أنا سهام كاري. هذه هي سهام. إيه صح، هذه هي بنت الجنرال قدرت، هذه بنتو. عمتي راهي مليحة بصح هي عندها شوية ستر وماهيش قادرة تنوض. أعطولهم شو راهم حابين. أعطولهم شو حابين. ربي يعيشكم خرجونا من الزربو على وجه ربي سلكونا. راكم سمعتوها، يلا بعتوا لنا طوموبيل. لازم نديروا حاجة، المرة راح تموت. يلا خلونا ندوها لتحت. يلا لا 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 استنى شويه، انت قاعد هنايا وانا اللي راح نهبط مع الطفله لتحت. راني حاس باللي كاينه حاجه لداخل. مدام رانا راهي في خطر، لو كان كانت مليحه راهي هضرت معنا وما خلاتش بنت خوها. صح، واش راح نديرو؟ ما نبعتوش طوموبيل، لازم ندخلو. والضابط كيفاش؟ حنا الواجب ديالنا نخرجوا جميع الرهائن من الجامعه سالمين، ماشي غير مدام رانا برك، لازم كاع راح يخرجوهم جامعه. راح يصير. سمعي علاش ما خرجوش؟ قلت لك نقولوا لابوليس هذا الشيء. وين وين على بالي وشو صار لداخل؟ هذا ما تشكرش ان شاء الله سلامات. راوي يقول واش ما دمرنا الجامعه. ما شفتوش بنتي؟ شكون هاد المراه؟ شكون هي بنتها هذه؟ ما شفتوش بنتي؟ واحد ما شاف فيكم بنتي؟ واحد فيكم ما شافها؟ تعيشوا ما شفتوش بنتي؟ صح خالتي، قولي لي شكون هي بنتك. تقرا هنايا قسم الطب وراح تولي طبيبه ان شاء الله. إليف بصح ما رانيش قادره نصيبها. واش راهو يصير لداخل؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مازال ما لقيتهاش. نتوما ما شفتوش بنتي؟ هذه مات إليف، واش حنديرو؟ بصح خالتي قولي لي مع ما جيتي انتي دوكا. سقسيت باش لحقت هنايا. صح خالتي، دوك نديوك لدارك. لا لا ما نروحش، ما نروح لحتى مكان حتى نشوف بنتي.
انت تعرفي بنتي إليف؟ قولي انت شفتيها؟ انا ما نقدرش نديرها. اوه انا عييت منها، دوك نقتلها وخلاص. لا خلاص صحه، معليش درك نجرب نعاونها. الزربي مال يا ربي وش راح ندير؟ المريض مات يا طبيبه، وخسرتي في أول امتحان ليك. بالك تغلطي وتموت؟ على بالك علاش؟ على خطر ما حبيتيش تمسي رقبتو وما عطيتيلوش نفس اصطناعي باش يتنفس. هو مات خطر سبقتي مصلحتك على حياته. يا ربي عاوني في هاد المصيبة. هذيك المرأة كانت أول طفلة في حياتي اللي حبيتها. رنا كانت مرتي. إبراهيم، إحنا عندنا طفلة. خويا معليش تزيد شويه في الصوت. ووردتنا معلومات ان صحه رنا كرايم مساعده رئيس جامعه اسطنبول المركزيه في خطر، فيما تؤكد مصادر اخرى بوجود ابنه الجنرال قادات كرايم من بين رهائن هؤلاء الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. صبري شوية خالتي. لا لا نروح نشوف بنتي إليف. ربي يخليكم. وين راهي؟
واش راكم ديروا؟ يا غولو هربوا منا. واحد ما يتحرك شو كاع. يلا ترى رميوا السلاح. بصح حنا رانا كطلاب. انا ملازم. وين راهي مدام رنا؟ راهم يديروا لها في العمليه. مازال ما كملتيش. احبس ما تحركش. اطلق الطفلة، اطلقها ولا تيري عليك. ما تقربش ولا ندبحها. المكان كاع راهو محاصر، ما تقدرش تهرب منه. اطلقها قبل ما تزيد تحصل كتر. يلا الله لا تربحها دنيا دي وعلى بلا دراهم. واش هذا وعلاش هذا الغاشي تاني؟ استغفر الله. واش هذا يوم القيامة واقي؟ وين راح نصيب هذه المرة؟ اسمعي شوفي واش كاين علاش هذا الغاشي؟ زدوا على الجامعة. الله واقي كاش ما يكون صرا المرتي في هذه المعمعة. وين راهي هذه المرة؟ امرأة بعد شوية جو إلهام وراكي. امرأة بعد شوية إلهام. تي واش راكي ديري هنا؟ امشي ترى. اطلقني راني حابه نشوف إليف. انا على هذه جيت لهنا. تي هبلتي واقي ماشي بنتك. اطلقني راني حابه نشوف بنتي إليف. هذا وين عايش؟ واش راكي تخلطي شي قدامي؟ انا ربي اطلقني خليني نشوف بنتي. يلا امشي امشي ما عندناش طفله. انا كنت حابه تشوفني. واه امشي امشي بركي متمهبي. بنتي محتاجتني دوكا. يلا امشي ورايا. يما إليف حبسي استناي ما كان له دوكا. Thank you.
كان لازم عليك تزيدي تريحي شويه في السبيطار. لا لا يعيشك، انا ما نحبش السبيطار كاع. لازم تشربي دواء كاع اللي عطيته لك مدام، فهمتي؟ باش ما تطوليش في الفراش. على خاطر كاينه وحده تما دات روحها طبيبه وهي ما تعرف راسها من رجليها، ومن الفوق للازت خيطت الجرح. صح، الخياطه ماشي مليحه بزاف، بصح هذا الشيء اللي دارته سلك مدام رانا من الموت. لو كان ماشي هي، لو كان راحت فيها وفي رأي تكون واش تكون، تستاهل كل الشكر والاحترام. وشنو؟ حبيت نسقسيك، يلا حكينا كيفاش خيطتي الجرح تاع المديرة؟ أنا شحال تعلمت الخياطة، بصح في حياتي ما ظنيت نقدر نخيط جرح. ما كان قدامي حتى حل، وكانت مدام رنا راح تموت تما. تي سلكتيها من الموت وما قدرتش تقول لك حتى يعطيك الصحة يا أخي مسمومة. عادي، درت هاد الشي على وجه ربي. بصح دركا فهمت مدام رنا بلي انتي تقدري تولي طبيبة. الحق الحق، الضابط يحبك بزاف وجالس لك من هادوك الطلبة. هو ما جاش على جالي، جا باش يسلك هذيك الطفلة بنت الضابط، معنتها مرتو المستقبل جا. وهذا وش كاين برك؟ ايه معليش، جاز سلامات. راح نطيب لاتاي، شكون يشرب معايا؟ صحيتي. ولا نقول لك جبيلي جبيلي. صبري دوك نجي معاك، إليف مسكينة مصباح ما كلات والو، درك نجيب لها كش حاجة تاكلها. يعطيك صحة نيفين. سهيلة، راني حابة نسكسك حاجة، بصح جاوبيني. عمي إبراهيم عنده بنتو؟ جاب لي ربي. لا لا ما عندوش، ولا ما حبش يقول، ولا ماشي عايشة هنا. ما على باليش، وعايشة كي تسقسي انتيا على بالك بالحكاية تاع عمي إبراهيم ومدام رانا اللي كانوا مزوجين؟ صح، خطره غلطت خالتي عليا وتما انا عرفت هاد الشيء. كي كانت مدام رانا دايخه كانت تهترف باسم عمي ابراهيم. لا لا ما كاش منها، صحيح حطاتو العدو ديالها. وين على بالي؟ وتاني قالت حاجه، قالت عندنا طفله. وش بيك؟ صحة صحة. تسمى طلع عندهم تاني دراري. أنا متأكدة خالتي عدلية تكون على بالها بهذا الشيء. صحة كيفاش راح نسكسيو على هاد الشيء؟ خليها عليا. خالتي عدلية، حبيت نسقسيك خالتي، ياك حنايا انا نروح نطلع على عمي ابراهيم، بصح ما جا حتى واحد يطلع عليه من عائلته، يعني ما عندوش فاميليا دراري هكذا. انا حبيت لو كان نروح نخبروهم واش صرا زعما. ولا واش من دراري يا بنتي؟ كانت عنده غير يمه وماتت الله يرحمها، كانت مراكي السكر قاعد يحبوها، وانتو ما دوك يا البنات غاليين عليه. تما هو ما عندوش قاعد دراري؟ ايه يا بنتي ما عندوش، واش نخلق لكم ولادو بالسيف ولا غير انتي وحدك؟ بنتي إليف علاش نطيب بكري هكا؟ اليوم كان صعيب بزاف عليك وتكون عييتي، روحي ترقدي. ها يا بنتي صحة، صباح على خير. وانتي بخير يا بنتي. وانتي بخير خالد. وانتي بألف خير. وش راح نديرو؟ وعلاش ما خليتنيش نشوف بنتي؟ انتي وقتاش راح تفهمي؟ قلت لك طفلة ماتت. ما ماتتش، نهار كامل ونشوف فيها قدامي، ما
بنت إليف مازالها عايشة. اسمعي، انت راكي حابة تتبعيها وقيلة؟ وقتها راح تريحي عقلها. انا الشيطان راه يوسوس لي ويقول لي لحقك لبنتك، ولا غير راح نهبل. يلا روحي من وجهي وما طلعوليش الغاز في زوج كنتي كي بنتك. عيتوني اخرجي. يا ربي وش نادي المصيبة، راح تهبلني ما تتهناش حتى تدفني ولا ندفنها حية. وعلاش بابا لوكا خليتها تدخل الجامعة وغير تعرف بلي ما كاشا درك تتهدن؟ يا ربي يعطيني الصبر والعقل عليا يا طفلة. ما كفاتني شي ما تزيدي لي انتي، راني نقول لك باللي الجامعة تخلطت كاع بالغاشي والشرطة. تسمى حبيتيني خليها وحدها اهدري توك نروحو لهنا وخلاص، ما بقاناش قاعدة لهنا خلاص. ماشي كنت تقول باللي راح تولي مرفه؟ واش زعما راكي تقلقي فيا ولا كيفاه؟ نتوما راكو حابين تهبلوني يا ما على بالكش هذاك الكلب تاع فريد سرق لي الدراهم وهرب، واش ندير دوكا؟ خلاص برك انا ما تبهدعي العيد، اليوم قبل غدوه لازم نروحو عينا. اصبروا عليا برك خلاص. شكون تاني تادا ماشي كاع وقته؟ بالك عمي فريد دوك نفتح. لا لا ريحي هنا برك انا نروح نشوف شكون جانا في هذا الوقت. انا عم اختي. انا حبيت نشوف طالب كمال. بابا تحوس عليك. وانا وقتاش هولي طالب؟ وعلاش ماشي انت اللي تقول له السيد فريد؟ اه هذاك النهار قالنا باللي الشيخ كمال وليد الشيخ توفيق راهو ساكن في دارو، وانا جيت باش نشوفك. كاين مصح عقل جدي ولا جد جدي بصح واحد فيهم ما كان طالب كبير. وقال باللي بابك اللي عطالك. وش حبي يقول؟ سمعت عليك القوة الروحانية اللي كانت عنده. انت وليده ياك؟ نقول لك الصح، انا مشكل ديالي كبير بزاف. ما كانش باب ما دقدقتوش وما كانش طبيب ما رحتلوش، وما بقى لي غير الدعوة ديالك. تي وش راكي تهضري؟ استغفر الله، وش من شيخ وش من قوة تاعك هادي؟ امشي يا شيخ روحك. نمدلك وش تحب بصح شوف لي حل المشكل ديالي. زعما كاين منها ملي كنت صغير عندي قوة روحانية ولصقها لي الشيخ جدية. روحي شوفي، روحي شوفي لي مصحف ونقرا لها شوية. أولا ما راش قاعد مسكينة، نفرو لها الشغل إن شاء الله. معليش على وجه ربي. تفضلي تفضلي، مرحبا بك الحاجة. غير الخير، شكون هذا؟ انت واش عندك خدمه هنايا؟ انت اللي فهمني واش راك دير هنا. هذه اقامه تاع بنات. هكذا انا تاني غير شفتك هنا عرفت باللي انت ماشي راجل. لازم ندير مكالمه مهمه، من فضلك خليني نهضر دقيقه برك. علاش؟ انا مقبل عرفت حاجه مهمه، وبلاك يكون عندي طفله. قدرة تسمع لي، اروح دوكا للدار وصيب لنا حرانا، راهي رايحه. وين هي رايحه؟ لعند بنتها. واش تقصدي بهذه الهضره؟ كي كانت رانا مسروعه كانت تهترف وتخلط وقالت بلي عندها طفله، والطفله قالت لابراهيم، ورانا راهي زعفانه بزاف وما على باليش واش راح دير. اروح درك لهنا. وين مام رايحين؟ قدرتي تفهمي كاش حاجه؟ كي تشوف راح تعرف كلش. كل ما
إلي. صبري وقدرك شدي، ما تدري الخير من جاي، تحلى لك ليام وتصفى لغيام. يا من سمعك صبرت، آه قسمت لمحان، خليها ليك تحلى.